بعد تعبيد قانون الانتخابات الجديد الطريق أمام الشباب لولوج المجالس المنتخبة بتقنين حصتهم في القوائم الانتخابية، يكون دور المشرع ومن خلفه السلطة السياسية قد انتهى، ويبدأ دور الشباب الذين يترتب عليهم فرض أنفسهم كبديل. فالمقاعد لا تؤخذ بالتمني في السياسة، بل تؤخذ بالنضال. لابد أن نسير هذا التوجه السليم، هذا التوجه الدستوري. مرة أخرى قلت، القانون العضوي لنظام الانتخابات في المواد المتعلقة بتشجيع الشباب سواء الترشح من خلال القوائم الحرة أو من خلال القوائم الحزبة، لابد أن نشجعه، لأنه يأتي منسجما ومتطابقا ومتناغما مع الدستور تمام. غير أن واقع التجارب الانتخابية وما أفرزته من مجالس شعبية وطنية منتخبة احتكرت أسماء مرتبطة بالأحزاب وأخرى بالمال غالبية مقاعدها، تؤكد أن أول عقبة تواجه الشباب في طريقهم إلى البرلمان ليست قانونية ولا مرتبطة بالإرادة السياسية، بل تتعلق بالأحزاب التي ترفض فكرة التجديد والتغيير الداخلي الذي جعلها ترسكل نفس الأسماء بنفس الشعارات. لأنه أنا اعتقادي تصوري بأن الحياة السياسية لا يمكن أن تستقيم إلا من خلال الممارسة الحزبية، من خلال المؤسسة الحزبية، والمؤسسات الحزبية في العالم كله هي عبارة عن مدارس، هي التي تخرج الشباب المسيس الذي يمارس السياسة. أما أن نبحث عن أن نحشر الشباب مباشرة كأفراد في التعاطي السياسي، فأعتقد كما قال الزملاء وأكر بأنه تصحير للساحة السياسية أو تكريس لتصحير كان ممارسا في الساحة السياسية ستكون نتائجه وخيمة على الساحة السياسية أيضا. يقول قائل أن العبرة ليست بالقوانين بقدر ما تكون في الممارسات ومخرجات العملية الانتخابية في الجزائر، ما يجعل الاستحقاق القادم بارومتر لقياس إرادة التغيير لجميع فاعلي المشهد السياسي.